الموسيقية. وتحية لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء عبر هذا الصباح النديم من صباحات الشروق، ونواصل الصلوات والتسليم على النبي الأمي الأمين سيد السادات والسندي محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبالصلوات والتسليم نمضي دائما عبر كل الأوقات ونمضي في صباح الشروق. نصل بكم الآن مشاهدينا إلى فقرة الشروق نت، ونمر سريعا ونأخذكم في جولة لأبرز الأخبار التي وردت على موقعنا على الشبكة العنكبوتية، ونكون معكم دائما أول بأول في هذه الأخبار الموجودة على شبكة الشروق نت. حمزة، البرهان يعود للبلاد قادما من أوغندا. عاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء يوم الخميس إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الثلاثية حول السلام بدولة جنوب السودان التي اختتمت أعمالها بمدينة عنتيبة اليوغندية. وقال مدير الإعلام برئاسة الجمهورية العميد الطاهر أبو هاجة إن القمة التي ضمت كل من السودان وجنوب السودان ويوغندا بحضور المبعوث الكيني ناقشت المهام الملحة التي لم يتم إنجازها والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان. ثاني الأخبار التي جاءت ووردت في موقعنا على الشبكة العنكبوتية شبكة الشروق دوت نت، التحقيق في ملابسات وفاة شرطي سوداني بالقاهرة. أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يوم الخميس عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله بالعاصمة المصرية القاهرة التي وصلها مستشفيا، ووعد تقريبا للجنة بجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة. وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهاب محمد عثمان وكيلة وزارة العدل، والدكتورة سارة عبد العظيم وكيلة وزارة الصحة. وقد باشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة، ستواصل اللجنة عملها حتى ترفع تقريرها لرئيس الوزراء. الخبر التالي مشاهدينا في الشروق نت، المالية لا ضرائب جديدة في موازنة 2020. أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي أن موازنة العام المالي 2020 خالية من أي ضرائب جديدة، فيما يتم السعي لتوسيع المظلة الضريبية بالوصول إلى مكلفين جدد وزيادة الجهد المالي وتخصيص الموارد حسب الأولويات الوطنية. وخاطب الوزير أمس الخميس الورشة التنويرية حول موازنة العام 2020، وكشف عن السعي لترتيب الوظائف وتحصيل أجور العاملين وتنفيذ برامج حماية اجتماعية متكامل، مبينا أن الموازنة التنموية تسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية، مشيرا إلى تضافر الجهود لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة والسعي لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم والاستفادة من مزايا البلاد في مجال القوى العاملة التي تصل نسبة تمثيل الشباب فيها إلى 60%، بجانب تنوع الاقتصاد الزراعي والموقع الاستراتيجي للسودان. نعم، نتواصل معكم ونذهب إلى الشروق نت، وفيه أيضا السيادي محكمة رموز الإنغاذ بالخرطوم قبل الجنائية. قال عضو مجلس السيادة صديق تاور يوم الخميس بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني من خلال الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وحمل تاور النظام البائد مسؤولية الخراب والمعاناة التي تعيشها البلاد. وسخر تاور بأن من تسببوا في ذلك الخراب ويتحدثون بأن الحياة المعيشية في غاية الصعوبة، مشيرين للأزمات التي تواجه البلاد، غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية وجدت حالا وصفه تاور بالمائل، لكنها خلال 3 أشهر استطاعت أن تحل الكثير من المعوقات. الخبر التالي، كامبالا سيلفا ومشار يتفقان على تأجيل الانتقالية. قالت الرئاسة الأوغندية في بيان يوم الخميس إن رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت والزعيم المتمردين السابق رياك مشار اتفقا على تأجيل تشكيل حكومة وحدة 100 يوم بعد مهلة تنقضي في 12 نوفمبر. وصدر البيان بعد ملتقى كير ومشار في أوغندا في مسعى اللحظة الأخيرة لحل الخلافات التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة
بحلول الموعد النهائي. وبدأت يوم أمس الخميس اجتماعات القمة الثلاثية التي تجمع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس اليوغندي يوري موسفيني بجانب سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان في العاصمة اليوغندية كامبالا. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة في الشروق دوت نت. مزيد دائما من الأخبار والتفاصيل ما قرأناه من جزء من هذه الأخبار تجدونه في موقعنا على الشبكة العنكبوتية الشروق نت. صفحات كثيرة جدا، هناك أيضا أراء دائما مختلفة، صفحات العلوم والبيئة، صفحات الصحة والغذاء.